السلام عليكم ورحمة الله. وصلتني اليوم هذه العلبة هذه من موقع بانغود، سوف نكتشف ما بداخلها. ولكن أولا، بانغود عاملة مهرجان بمناسبة شهر رمضان الكريم. هذا المهرجان يسمى مهرجان بانغود الرمضاني، عاملين تخفيضات مهمة على جميع المنتوجات، سواء الإلكترونيات الاستهلاكية، أدوات المطبخ، الألبسة، كل هذه المسائل هذه عاملين لها تخفيضات. أينما رحت سوف تجد تخفيضات. لاحظوا مثلا هنا جميع المنتجات عليها تخفيضات، مثلا المعدات، هذه الأداة هذه الخاصة بالشغل، مفتاح، البراغي الكهربائي، هذا لاحظوا 47 دولار، كان في الأول 189 دولار، يعني نسبة خصم أو تخفيض 75%، هذا 43%. يعني مثلا هذا الباور سبلاي هذه لاحظوا نصف التخفيض، يعني 71%، كانت 11 دولار، الآن ب 3.49 دولار. إذا هذا شهر التخفيضات، يعني من موقع بانغود كل شيء يعني به تخفيضات. يعني أنصحكم يعني مثلا شراء المعدات والمستلزمات الشغل، فهذا الشهر يعني هو المناسب لكي تشتروا هذه المعدات التي تحتاجونها، مثلا هذه الآلة التلحيم هذه. لاحظوا الخصم 61%، كانت 115 دولار، الآن 44 دولار. إذن هذا هو بانغود وتخفيضات رمضان. ما عليكم سوى التحميل يعني تطبيق بانغود والاستفادة من هذه التخفيضات الحصرية هذه. إذن العلبة بداخلها حقيبة صغيرة من شركة مكسيك، بداخلها جهاز أو إضافة نقوم بإضافتها للأوسيلوسكوب، أي أوسيلوسكوب، ومن خلال هذا الجهاز نقوم بفحص التيار أو نرى شكل التيار يعني في الأوسيلوسكوب. مرفق معه هذا، ملتصق معه هذه الأداة هذه، هذه عبارة عن ملف كويل هذا، ينجر على هذا الشكل. وهذا الأدابتر هذا يعطيك وصلة للأوسيلوسكوب، وأيضا نقوم بتغذية هذا الجهاز هذا بواسطة اليو اس بي، بواسطة هذا الكابل هذا على هذا الشكل. إذا سنقوم بتجربته ونتعرف عليه أكثر، تابعوا. إذن طريقة عمل هذا الجهاز، مثلا لدينا هنا محرك خلاط كهربائي يشتغل بتيار متردد 220، تيار كهربائي منزلي. إذن هذو هما الأسلاك الخاصين به، أسلاك الكهرباء. نضع هذه الوشيعة الخاصة بجهاز الذي أضفناه مع الأوسيلوسكوب على هذا الشكل. الآن سوف نقوم بتدوير أو تشغيل هذا المحرك هذا، ولاحظوا ما سوف يظهر يعني في جهاز الأوسيلوسكوب. لاحظوا آسف على هذه الضوضاء. لقد عملت بوز لشاشة الأوسيلوسكوب. لاحظوا يعطيك هنا بعض الحسابات، مثلا الفريكونسي 50 هرتز، وهو نفسه نفس يعني التردد للكهرباء المنزلي.
عموما يعطيك بعض الحسابات يعني من خلال مثلا هاد التقنيون مثلا اللي يشتغلون في هاد المحركات، من خلال هاد المسائل هذه يعرفون يعني هل دورات المحرك يعني ستابل، يعني بغير مثلا يعني ستابل يعني الدورات ما بين دورة ودورة يعني نفس الزمن، مثل هاد الأمور هذه. إذن هذه طريقة عمل هذا الجهاز. الآن سوف نجربه مثلا على الباور سبلاي، جهاز كهربائي مثلا أو شيء. الآن سنجربه على هذا الأدابتر هذا خاص أو شاحن خاص بحاسوب محمول. هذو هما الأسلاك الكهرباء الخاصين به. الآن فهو موصول بالتيار الكهربائي. طبعا لن يظهر شيء في جهاز الأوسيلوسكوب لأن الآن الشاحن ليس عليه حمل، ليس عليه لاود، وبالتالي الآن سوف أقوم بتوصيله مع جهاز مع الحاسوب. لاحظوا ما سوف يحدث يعني في شاشة الأوسيلوسكوب. هذا هو الحاسوب. إذا سوف أضع هذا، سوف أوصله الآن. رأيتم ماذا حدث يعني في شاشة الأوسيلوسكوب؟ لاحظوا شكل الموجة كيف هو، يعني هاد الموجة مختلفة عن الموجة التي كانت يعني رأينا في عندما أضفنا المحرك. لاحظوا يعني يعطيك هاد المسائل وهاد الحسابات هذه. مثلا سوف أقوم الآن بتشغيل الحاسوب ونشوف ماذا سوف يتغير في تلك الشاشة، شاشة الأوسيلوسكوب. إذا سأضغط على زر الباور. رأيتم الموجة كيف يعني كبرت نوعا ما. عموما الناس المهتمين أو الدارسين أو المهندسين في هذا المجال هذا سوف يعرفون يعني هذه المسائل التي يعطينا الأوسيلوسكوب. فهمتم يا أصدقائي؟ أعتقد حتى في الصيانة سوف ينفع هذا الجهاز هذا. نعرف الباور سبلاي يعني مراحل السحب، مثلا مراحل سحب الجهاز، مثلا هذا الجهاز الحاسوب هذا رأيتم يعني عندما كان يعني في وضع الاستعداد، وضع ستاند باي، كيف كانت الموجة عندما شغلته، يعني كيف أصبحت الموجة. فهمتم؟ عندما يدخل للويندوز ونشغل مثلا برنامج سوف يتغير هذا السحب هذا، هذا التيار، سحب التيار، وبالتالي سوف تتغير هذه الموجة وهذه الحسابات التي في شاشة الأوسيلوسكوب. فهمتم؟ يعني هذه الأجهزة هذه يعني لم تصنع هكذا، لم تصنع عبثا، فهي لها دور ودور مهم يعني قد نجهله نحن كتقنيون في إصلاح التلفزيونات وإلى آخره، ولكن أكيد بأنه له دور مهم وينفع في الشغل. فهمتم يا أصدقائي؟ إذا هذا هو دور هذا الجهاز هذا. وما أقول لكم يعني أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.